اكتفت السلطات العمومية بعدد من الأقاليم والمدن ومن بينها مدينة زايو بعد أن تبين لها أن بعض المواطنين يستهترون بالإجراءات الوقائية والاحتفازية القيام بحملات توعوية لتحسيسهم بضرورة التقيد بتدابير السلامة الصحية. حرصت السلطات المحلية عبر مكبرات الصوت على دعوة جميع المواطنين إلى ضرورة تقيدهم بارتداء الكمامات قبل أن تشدد على أنها إجبارية بحكم القانون، سيما في ظل عدم وضوح الوضعية الوبائية عقب تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الأيام الأخيرة بالمغرب. تقارير إعلامية عديدة ذكرت أن السلطات العمومية تسير في اتجاه تطبيق مرسوم قانون يحدد حالة الطوارئ الصحية والذي تم اعتماده منذ مارس الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من تفشي جائحة كورونا. وينص هذا المرسوم على معاقبة أي شخص لم يرتدي الكمامة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 300 درهم و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.